كذلك قصة الرجل العابد من بني إسرائيل، ذكرها بعض المفسرين عند قول الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذه القصة ذكرها ابن جرير وذكرها ابن كثير والسيوطي في الدر المنثور وغيرهم كثير. هذه القصة وإن كانت من الإسرائيليات إلا أن فيها عبرة وعظة. مضمن هذه القصة أن رجلاً عابداً كان منقطعاً للعبادة منعزلاً عن الناس، يعبد الله في صومعته ولا يخالط الناس، وكان في قرية، وهذه القرية حصل أن اعتدى عليها قوم مجاورون أغاروا عليها، فاستنفر رجالها لرد العدوان، وكان منهم رجال، كان منهم رجلان لهما أخت، وهذه الأخت كانت في غاية من الجمال، فوقع لهما حرج بين ترك البنت بدون قيد وبدون راع وبين الجلوس معها وترك الجهاد. أتاهما الشيطان فقال لهما: الجهاد أفرض عليكما من أختكما. انظر إلى مهارة الشيطان، إنه أصبح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال لهما: هذه أختكم، ضعوها عند الشيخ فلان العابد، هذا رجل صالح مؤتمن على عرضكم ولا يمكن أن يخونكم في شيء. فذهبا إليه وقالا له: يا شيخ، هذه أختنا نضعها عندك أمانة ونحن سنذهب إلى الجهاد. فرفضها في أول الأمر وقال: أنا ما تركت الدنيا وانعزلت في صومعتي إلا خشية فتنة النساء، اذهبوا عني، وطردهم. فلما ذهبوا أتاه الشيطان وقال له: تزعم أنك عابد وأنك رجل صالح، كيف ترد هذه البنت، كيف ترد هذه المرأة وتعطل إخوانها عن الجهاد؟ هذا عمل خيري، هذا عمل مبارك، اقبل هذه البنت وخلها عندك، أنت رجل مؤتمن عليها. فلا زال يمنيه حتى رغب له الأمر. وجاء الشيطان إلى بيتهما وقال لهما: عودا إليه لعله يطيعكما. فرجعا إليه فوافق، ولكن وافق بشرط: أن يضعوها في غرفة وأن يقفلوا عليها الباب وأن يتركا بينه وبينها فتحة، يعني طاقة، ليعطيها طعامها في الصباح والمساء، وهذا من بالغ احتياطاتهم حتى لا يقع في الفتنة. فقالا له: نحن أمناك يا شيخ، لماذا كل هذه الاحتياطات؟ ما في حاجة إلى هذا كله. فقال: لا أبدا، لا بد من تنفيذ ما قلته لكم حتى يطمئن قلبي وتطمئن قلوبكم. فوضعوها في غرفة وعندها حمام ولها ماء وكل شيء تحتاجه، ووضعوا بينه وبينها فتحة، يعني طاقة، وكان يأتيها في الصباح بالطعام وفي المساء بالطعام، يدخله عليها من تلك الفتحة، وذهبا إلى الجهاد. وبقيت هي على هذا الحال فترة من الزمن، ثم جاءه الشيطان في صورة ناصح وقال له: يا شيخ، أنت رجل أمين، وهذه البنت المسكينة أنت مؤتمن عليها، كيف تتركها وما تدريها؟ هل هي مريضة أم صحيحة، متعبة أم مسرورة؟ أنت رجل أمين، ما فيك شك، افتح الباب عليها وادخل واسألها عن حالها. قم يا شيخ وتفقد أحوالها، والخوف في قلبك، والله عز وجل يراقبك. وما زال به الشيطان حتى أغراه، فجاء وكسر الباب ودخل عليها. ولما دخل عليها كانت في وضع فاضح، ما كانت تشعر بأن أحدا سيدخل عليها، فكانت قد وضعت ثيابها كاملة. فلما أصبحت هي وإياه في غرفة واحدة، تحقق فيهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وماذا تتصورون فيما إذا كان الشيطان هو الثالث؟ إذا كان الشيطان هو الثالث ماذا تتوقعون؟
هل يأمر الشيطان بالعفة؟ هل يأمر الشيطان بالحصانة؟ هل يأمر الشيطان بالدين؟ لا أبداً. ولهذا حرم الشرع على المسلمين الخلوة بالأجنبيات، حرم الشرع الخلوة بالأجنبيات. لا تخلو بمرأة لديك بريبة، لو كنت في النساك مثل بناني، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. ثابت البنان هذا يقال إنه كان من أعبد خلق الله، صلى 40 سنة انفجر بوضوء العشاء، ما يعرف أبداً النوم بالليل، ما له فراش، لأنه عابد لله. يقول هذا الرجل العظيم: والله لو أمنتموني على ملء الأرض ذاباً لوجدتموني أميناً، ولكن والله لا أثق على نفسي من أمة سوداء، لا أثق على نفسي من أمة سوداء، لا أثق بنفسي على النساء ولو على أمة سوداء رأسها كأنه زبيبة. لأن فتنة النساء على الرجال قوية، ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فاحذر يا أخي فتنة النساء، احذر يا عبد الله، احذر يا مؤمن، لأن الخطر عند أول نظرة، والمصيبة عند أول مكالمة، والرزية عند أول قبلة، وبعدها القاضية. ما أحد يردك إلا النار، لأنك ما دمت معتصما بحبل الله تراقب الله، تخاف الله، لا تنظر، لا تكلم، حاول ألا تتصل بأي امرأة محرمة. فما دمت على ذلك فأنت في عصمة الله عز وجل. فإذا سقطت وحولت الاتجاه إلى طريق الشيطان ساقك الشيطان إلى الهاوية. فهذا الرجل العابد ما زال الشيطان يوسوس له ويغريه حتى أطاعه، فدخل عليها، دخل على تلك البنت، فلما رآها عارية ما ملك نفسه حتى زنى بها والعياذ بالله. فلما قضى وطره منها استيقظ ضميره، وجاءه العتاب الداخلي يلومه ويقول له: كيف تفعل هذه المصيبة؟ وأخذ الشيطان يلومه أيضا ويقول له: كيف تفعل هذا يا شيخ؟ ما موقفك من هذه الجريمة؟ ما موقفك وقد فعلت هذه الفعلة العظيمة؟ أين وجهك؟ أين سمعتك؟ فما زال به الشيطان حتى كاد أن يقتل نفسه. ثم وضع له الشيطان خطة، وضع له الشيطان خطة، وضع له الحلول، فقال له: الأمر بسيط يا شيخ، الأمر بسيط، يريد أن يوقعه فيما هو أفظع من الزنا. فقال له: المسألة بسيطة جدا، حلها عندي. ترى لو اطلع أهل هذه البنت وجاء إخوانها وهي الآن ربما تحمل، وهذه فضيحة. الحل المرضي عندي، اسمع كلامي ونفذ. إذا أردت أن تنتهي المشكلة هو أن تقتلها، وإذا قتلتها وجاء إخوانها فأخبرهم أنها مرضت وتوفيت وهم سيصدقونك. فما وجد هذا العابد غير هذا الحل، فدخل عليها وضربها بفاس في رأسها، ثم حفر لها في الغرفة نفسها ودفنها مكانها وجلس. وبعد الزنا وقتل النفس فقد هذا الرجل طعم الإيمان، ما بقي يصلي ولا صار يعبد الله كما كان. لماذا؟ لأن المعاصي حجاب بين العبد وبين ربه، ما بقي يتلذذ بالطاعة ويده ملطخة بالجريمة، ما بقي يتلذذ بالإيمان وهو ملوث بحمأة الرذيلة. مكث أياما قليلة وجاء إخوان تلك البنت، جاءوا من الغزو، فلما دخلا عليه سألاه: أين أختنا؟ قال لهما: منذ ذهبتما مرضت وبقيت مريضة مدة من الزمن، الأمر الذي اقتضى أني أكسر الباب وأدخل لأشرف على تمريضها. ومكثت مدة ثم توفيت ودفنتها. فقال له: جزاك الله خيرا، لقد أتعبناك ونستسمحك، والحمد لله على قضاء الله وحكمه. وودعوه وخرجوا. وفي الليل هم نائمون إذ جاءهم الشيطان في المنام، فقال للأول: ترى أختك ما ماتت، لقد قتلها العابد بعد أن زنى بها. وجاء للثاني وأخبره بنفس الرؤية،
وفي بعض الروايات أنهم كانوا أربعة إخوة، فلما التقوا في الصباح وإذا كل واحد منهم يقص رؤياه على الآخر، قال هذا أنا رأيت كذا، وقال الآخر أنا أيضا رأيت مثلها، وقال الثالث وأنا والله رأيت مثل ذلك، والرابع كذلك. تواطأت الرؤى منهم، فقالوا والله يمكن أن تكون هذه الرؤى صادقة، فلا بد أن نحقق في القضية. فذهبوا إلى العابد وسألوه، فقالوا يا شيخ نبغي أن ننظر قبر أختنا، فأين قبرها؟ أو قبل أن ياتوا جاءه الشيطان فقال له ممكن أن ياتوا للبحث عن أختهم فتصبح مورطا في الجريمة، والآن أستطيع أن أفكك، ولكن بشرط واحد. قال وما هو؟ قال أن تسجد لي سجدة. انظروا الشيطان ما يئس من هذا الرجل، ما اقتنع منه أن يزني وكفى، ما اقتنع منه أن يزني وأن يقتل وكفى، ولكنه يريد منه أن يكفر بالله وأن يخلد في النار التي وقودها الناس والحجارة. وصدق الله العظيم إذ يقول: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فأصبحت طاعة الشيطان على هذا العابد سهلة جدا، فسجد للشيطان سجدة، كان بها كافرا بالله. انظروا حيلة الشيطان، يمكن لو جاءه الشيطان إلى هذا العابد وقال له قبل البدء في المعاصي أسجد لي، ما كان ليطيعه أبدا. لماذا؟ لأنه متحصن بالإيمان، ولكن لما أصبح عبدا للشيطان، حين أطاعه في أخذ البنت، وأطاعه في كسر الباب، وأطاعه في النظر، وأطاعه في الزنا، خلاص سهل عليه طاعة الشيطان. ولذا ترون العصاة والمجرمين يقودهم الشيطان من أنوفهم ويوقعهم في كل معصية، ولا يستطيعون أن يمتنعوا من الشيطان لأنهم في قبضته، لأنهم عبيده. ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فيا أخي المسلم، طاعة الشيطان لا تأتي إلا نتيجة الانهزام النفسي والضعف الإيماني. فالعابد لما أطاع الشيطان في المرات الأولى سهل عليه الطاعة الكبيرة، فسجد للشيطان فقتل بعدها فمات كافرا والعياذ بالله، وختم له بسوء الخاتمة. وأسبابها العدول عن الاستقامة والانحراف عن طريق الهداية بعد أن ذاقها والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. اللهم احفظنا من الشيطان ومكره، اللهم احفظنا من الشيطان ومكره، اللهم أجرنا من وساوسه ونجنا من دسائسه، اللهم ثبتنا على الإيمان وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.